بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه الى فخامه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه وذلك بمناسبه نجاح جمهوريه مصر العربيه في تنظيم واستضافه النسخه الثانيه والثلاثين لبطوله كاس الامم الافريقيه لكره القدم واعرب جلاله الملك المفدى في البرقيه عن خالص التهاني والتبريكات لفخامه الرئيس المصري على ما تحقق من نجاح كبير لجمهوريه مصر العربيه في تنظيم واقامه هذه البطوله متمنيا جلالته ايده الله للشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار